أستثمر وأقوي تعلماتي. كتاب الجديد في الرياضيات، السنة السادسة من التعليم الابتدائي. يمثل جدول توزيع مصاريف أحمد خلال شهر، والنسب المئوية التي تمثل المشتريات مقارنة مع مجموع المصاريف. إذن المشتريات، هناك الكتب 40% نسبة المئوية من المصرف، المجلات 25%، أقراص مدمجة 25%، مصاريف أخرى 10%. المطلوب: أمثل هذه المعطيات في قطاعات دائرية، أختار المخطط المناسب وأملأه. إذن المخطط المناسب كما قلنا هو هذا الشكل. لماذا؟ لأن بملاحظة 25% من المصاريف هي في المجلات، و25% كذلك من المصرف في أقراص مدمجة، يعني خص يكون القطاع الدائري يحتوي على مساحتين متساويتين نورمال، هذا ما فيهش مساحتين متساويتين، ما كاينش هنا الربع ولكن هنا ليس الربع. إذن ليس هذا المخطط، كذلك ليس هذا، لأن ليس فيه ربعين على كل ربع على حدة، وكذلك هنا ليس هناك اختاروا المخطط المناسب. هل هذا صحيح؟ الربع هنايا زاوية قائمة، فوالا. إذا خص يكون الأحمر، اللون الأحمر واللون الأزرق نفس النسبة، هنا الأحمر والزرق ليست نفس النسبة، ها؟ هنا الأحمر كبر من الزرق، إذا هذا خطأ. كذلك هنا الأصفر 40%، والأزرق والأحمر ليس لهما نفس النسبة المئوية، إذا ليس هو هذا. كذلك هنا ليس لا ميم شوز، ليست نفس المساحة، حيث هذا ما غاديش نيشان، ماشي النص، إذا هذا ماشي ربع، إذا ماشي قد هذا قد هذا. وهنا الزرق كبير، شوف شحال النسبة المئوية، غادا للنصف. إذا كذلك هذا خاطئ، تمثيل خاطئ للمعطيات، بينما هذا المخطط هو مناسب جدا. لماذا؟ لأن عندنا الأحمر والأزرق مساحات متساوية، كذلك في الجدول 25% 25% و10% بالأخضر وبالأصفر 40%. إذا يكفي تمثيل هذه المعطيات على المخطط الدائري. إذا في الأحمر سوف نكتب مجلات 25%، أقراص مدمجة 25%، مصاريف أخرى 10% في اللون الأخضر، وكتب 40% في اللون الأصفر. وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. كان معكم بروف فريد في هذا التمرين من الحصة الرابعة من درس التمثيل المبياني أو تنظيم المعلومات أو المعطيات ومعالجتها أو البيانات. وإلى اللقاء.